أهلا بكم. أفاد مراسل الجزيرة في غزة نقلا عن مصادر طبية أن 5 مقاومين فلسطينيين استشهدوا جنوب شرق قطاع غزة جراء غارة إسرائيلية على مجموعة من المقاومين يعتقد أنهم ينتمون إلى التيار السلفي، وذلك أثناء محاولتهم إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل. ربط زعيم القائمة العراقية إياد علاوي مشاركته في الحكومة المقبلة المقرر إعلانها الاثنين المقبل بأن يكون لقائمته دور ملموس في عملية اتخاذ القرار السياسي. في هذه الأثناء ألغى مجلس النواب قرارات الاجتثاث عن القياديين في قائمة العراقية صلاح المطلق، ظفر العاني وجمال الكربولي. طلبت الحكومة التي شكلها رئيس ساحل العاجل منتهية ولايته لورون باغبو من بعثة الأمم المتحدة والقوات الفرنسية المتمركزة هناك مغادرة ساحل العاجل. في هذه الأثناء سلم جون بينغ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي رسالة إلى باغبو طلبه فيها بنقل السلطة فورا إلى الحسن وترا الذي فاز بانتخابات الرئاسة. يعقد حزب الشعب الجمهوري أكبر حزب علماني معارض في تركيا في هذه الآونة مؤتمره العام الطارئ 15 لانتخاب مجلس قيادة الحزب. وينعقد المؤتمر وسط خلافات حادة بين قياداته التقليدية المتشددة والمتمسكة بمبادئ العلمانية وقياداته الجديدة الساعية لتقريب الحزب من الشعب وواقعه الاقتصادي والاجتماعي. تحقق السلطات المصرية حاليا مع شبكة تجسس ألقي القبض عليها قبل 6 أشهر تعمل لحساب إسرائيل. وذكرت مصادر أمنية في القاهرة أن التحقيقات شملت 3 متهمين، 2 منهم يعملان في إحدى شركات الاتصالات، تمكنا من التجسس على مكالمات لشخصيات هامة في الدولة. تظاهر آلاف الأشخاص في مدن إسبانية عدة مطالبين الحكومة الاشتراكية بالتراجع عن سياسات التقشف. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب باحترام حقوق العمال، وهددوا بإعلان إضراب عام في حال مصادقة الإدارة الاشتراكية على قانون رفع سن التقاعد إلى 67. إلى اللقاء.